الإجابات هو بسيط جدا، استحضار أو الرجوع لورا قصص من الماضي. رحت عند دار عمي أول مرة كان عمري 22 سنة. كثير سنين بتذكر كنت بنت صف الثامن. بدي احكي لكم قصه اللي تحولت زي تراث ام هي واقعيه من قريه اكسال. صار سيدي بس انا ادري الاولاد على التوتي لان كلنا متخبين على التوتي. تعال يا اولاد تعال سيدي تحكي لنا كمان قصه. يلا سيدي هذول اصحابي من الحاره. اخذ اسمه كمان هاي عم يحكوا عن اثنين من نيران. نيران طبي مهجر عند أبوها جنب سخنين. كل الوقت كنت عايش بعراب يعني لحد 2008-2009 كنت عايش بحيفا وأخذ 3 سنين بعراب. تعبت كثير. صح شنين هذا التعب كله إلا بتروح على حيفا. سنين ما عنديش اولاد. واخيرا اطلعت. اطلع من الحمام لانه كمان شوي في وزاره الاكل بتعجيب اكل لهون. انا بدي اضل اضحي يعني كم ساعه بتتدوش؟ Thank you.